طب خلينا ناخد يعني مداخلة مهمة مع يمكن من أبرز المدربين اللي كانوا في الفترة الأخيرة في السن ده وعمل إنجاز كبير فيه، وكان كل سنة بياخد البطولة بشكل مستمر وكان لازم يكون في الجهاز ده. كان هيبقى معانا دلوقتي عبر الهاتف الكابتن أحمد الجارح. أهلا بيك يا كابتن أحمد. أهلا كابتن هيثم، إزي حضرتك؟ ألف مبروك. يمكن أنت كنت مفروض تبقى معانا النهاردة، بس طبعا الدرجة الأولى، وما أدراك ما الدرجة الأولى. والله كان نفسي أبقى، أنت عارف أنا دايما بحب أكون متواجد مع حضرتك، لكن انت عارف طبعا فترة الإعداد بدأت وإحنا لسه يا دوبك في السايكل الأولى، أول 3 تمارين، فكان يعني ماليش شرف بقى إن أنا أكون معاكم، بس أنت معاك النجوم الحقيقيين بتوع البطولة. لا أكيد معوضين يعني، يعني إن شاء الله، بس طبعا محدش عوض وجودك. بس طبعا بنقول لك ألف مبروك يا كابتن أحمد، يعني إنجاز كبير يتحسب لكم كجهاز فني. كابتن عمرو أبو الخير كان معانا من شوية على التليفون، هنناه وباركناه، وأكيد بنبارك لك ونبارك لكابتن هيثم كمان. فيعني أكيد أكيد تعبتوا يا كابتن أحمد أكيد. والله يا كابتن هيثم يعني صدقني يعني من واحنا بنلعب في الناشئين في المنتخبات، انا من اكتر فترات الاعداد اللي شفتها يعني فعلا فعلا يعني لازم يبقى يجي بعديها انجاز. صحيح. لان بصراحه ان احنا عملنا فتره اعداد على اعلى مستوى، وسافرنا بعديها في المعسكر الاخير صربيا قبل البطوله، لعبنا مع منتخب صربيا هناك مباراه قويه جدا. كابتن عمرو ما بيسيبش حاجه للصدفه، الحمد لله كل حاجه كانت ماشيه بالقلم والورقه، كل حاجه منظمه، ادق التفاصيل اللي هتلاقيها منظمه. وغير كل ده بصراحه روح الولاد وان هم عايزين يعملوا حاجه لنفسهم ولبلدهم، كان ده العامل الاساسي فعلا في المكسب، ان الحب اللي موجود ما بين الجهاز واللعيبه وان اللعيبه متعطشه ان هي تعمل حاجه لبلدها، هو ده سبب المكسب الرئيسي بالنسبة. طب كابتن احمد، يمكن انت مؤمن زي ما انا مؤمن من المدرب الوطني، ولا شايف المدرب الاجنبي بيجي يضيف يعني سواء للفرق الناشئين والفرق الاولى، خاصه ان مالي حققت انجازاتها كلها اللي فاتت سواء ناشئين وناشئات بمدربين وطنيين؟ والله يا كابتن هيثم انا بصراحه شايف ان المدرب الوطني يقدر، عنده القدره طبعا على ان هو يعمل انجازات في جميع المجالات، بنشوف حتى في كل الالعاب مش في الباسكت بس، ان المدرب الوطني عنده انجازات كبيره، ومعظم المنتخبات الوطنيه انجازاتها كلها مع مدربين وطنيين. ممكن المواضيع تختلف شويه في الانديه عن المنتخبات، لكن المنتخبات انا ما شفتش ان في كيمياء يعني جمعت ما بين مدير فني، يعني مش هتلاقي حد قبل المدير الفني الحالي لمنتخب كره اليد اسمه سمع قوي مع الجمهور. صحيح. في اي لعبه يعني، في يعني في الباسكت مش هتفتكر، في الهاندبول، في البولي قصدي مش هتفتكر، في الكوره مش هتفتكر، هتفتكر على الكوره، حتى لو قلت كوره هتقول كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الجوهري. صحيح. تمام؟ ففي الباسكت برضه نفس الكلام، بتتكلم على اسم كبير زي كابتن عمرو ابو الخير لما يكون جهاز ويمسك منتخب عشان يلعب كاس عالم 17 سنه، دي حاجه كبيره طبعا، وخبرات زي كابتن عمرو، كابتن اشرف، كابتن شريف عزمي، كابتن عصام عبد الحميد، مدربين كتير، لو مش يعني مش عايز انسى حد طبعا، كابتن مرعي طبعا. ففي مدربين كتير قادره يعني عندها القدره ان هي تقود المنتخبات الوطنيه، وفي جيل تاني طالع بعديهم ان شاء الله هيبقى عنده القدره. اكيد يا كابتن. طب طمني على التمرين مع مستر اجوستي، الاخبار؟ والله بصراحه يعني التمرين ماشي كويس جدا، لكن طبعا احنا بينقصنا انت عارف الخماسي اللي هو كان مرتبط بالمنتخب، عمر طارق، ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر عزب، مروان سرحان، وعندنا طبعا منتخب الـ3 على 3 تحت 18 سنه وتحت 20 سنه مجمعين، فبرضه ناقصنا لعيبه مهمه فيه، عبد الله وعمرو زهران ومحمود وليد وخيري، فانت عارف النقص يعني. احنا يعني يا دوبك التمرين فيه 8، ما فيش مشكله يعني، هينضموا مؤخرا يعني بعد كده بالتوقيت هينضموا، واكيد هيبقى ماشي التمرين بشكل جيد ان شاء الله. طبعا، لكن مستر جوستي طبعا داخل الفرقه بروح جميله وعايز يعمل حاجه للنادي، وشايف امكانيات النادي هتساعده ان شاء الله، امكانيات عاليه، عنده رؤيه للفرقه والاجيال اللي طالعه من تحت، هيكمل على الايجابيات اللي موجوده وهيحاول ان هو يتفادى السلبيات ان شاء الله، وربنا يكرمه. واي حد طبعا بيقود النادي الاهلي طبعا كلنا بنبقى داعمين ليه وفي ظهره، وان شاء الله نقدر نحقق حاجه السنه دي باذن الله. طبعا. كابتن احمد الجرحي، المدرب العام للفريق الاول بكره السله النادي الاهلي والمدرب العام لمنتخب مصر للناشئين، بشكرك شكرا جزيلا ليك.